أنت. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة السلام الله ورحمة وبركاته، الله. اتفضل كل يا سنة فندم. وحضرتك طيبين. وحضرتك بألف خير. والله كنت يا فندم عايز أسأل شيخنا في حاجة ضروري جدا يا فندم. اتفضل يا فندم، اتفضل. ربنا يخليك يا فندم. حضرتك، أنا مهندس و متزوج، ولكن متزوج من يعني بغير علم أهلي. تمام؟ من غير علم أهلك؟ بالظبط يا فندم. يعني انا متزوج يعني برضو بعلم اهلها وكل حاجه وجواز شرعي تمام، ولكن يا فندم هي حامل دلوقتي. طب انت ليه مش قايل لاهلك يا استاذ احمد؟ والله يا فندم من ظروف خاصه يعني ما كانش ينفع. تمام؟ لكن الظروف امرت بكده وربنا اراد بكده يعني، تمام. ولكن حصل الحمل يا فندم. تمام؟ وهي في الشهر يعني في شهرها الاول يا فندم. تمام؟ تمام. ظروفي ما تسمحش دلوقتي يعني بظروف الحمل ده، يعني الظروف مش سامحه دلوقتي. فهل يجوز ان احنا ننزل الحمل ده في الظروف دي؟ لان لو الحمل ده كمل هيحصل لي مشاكل مع اهلي بعد كده. فهل يجوز؟ انا سالت احمد حضرتك، انت اتصلت على متجوز؟ برنامجين. تمام؟ انت متجوز عند شيخ مأذون يا احمد؟ فاضل يا فندم برضه بيقول قال لي شرع. يجوز، ابو حنيفه قال يجوز. استاذ احمد انت احمد، اتفضل يا فندم. حضرتك الزواج شرعي شرعي عند يا فندم، مأذون؟ شرعي وبعلم اهلها وانسانه محترمه جدا، اهلها ناس طيبين جدا. انت ولكن حضرتك عندك انا كم سنه يا استاذ احمد؟ اتفضل يا فندم. كم سنه تبلغ؟ انا 29 سنه يا فندم. طيب شكرا يا احمد، اجاوبك حاضر. تابعني يا استاذ احمد. شوفي، هو الإجهاض لا نميل أبدا إلى جواز الإجهاض إلا طبعا لأسباب يقررها الطبيب، الطبيب، طبعا المفتي بتاعي في المسألة دي الطبيب، لكن فتوايا في مسألة أحمد لا يجوز الإجهاض أبدا. وإجهاضك في هذه الحالة هو قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن عدم علم أهلك بجوازك مش مبرر شرعي يجيز إن طبعا أنا طبعا أجهض الجنين ده. فلا يجوز أبدا يا أحمد الإجهاض. أنت ما قلتش لأهلك، أنت حر، ده موضوعك ودي قضيتك ودي مسألتك، أنت حر فيها. أنت اتجوزت، وبما إنك تزوجت وتحملت مسؤولية الزواج، صحيح. فلما تتنصل الآن يا أحمد من مسؤولية الجواز؟ القادر على الزواج بيتجوز، فشرعا لا يجوز لك الإجهاض في هذه الحالة، وإن حدث هيكون اعتداء منك ومن زوجتك على هذا الجنين، ولا يجوز هذا أبدا. خلي بالك من المسألة دي، وما تحطش نفسك في حيز إنك تكون سبب في قتل نفس حرمها الله عز وجل. وما تقعدش تدور بقى يا استاذ احمد على بعض الاراء اللي تلاقي فيها ثغرات فتقول لك يجوز فهياخد بالراي ده، لانك ما تعلمش يوم لما ما يحصل ده وتنزله الجنين ممكن لا قدر الله يحصل حاجه تانية تخليكوا تندموا العمر كله على ان انتوا عملتوا كده. لانه في بعض الناس يا شيخ احمد بتفضل تدور على بعض الاراء اللي تناسب ظروفهم صحيح، وتاخد بيها. صحيح. هو في مشكلة بينه وبين أهله في الزواج. هو أصلا السؤال عشان نكون واضحين، الزواج ده بالكامل على شفا جرف انهار، يعني جواز أحمد من زوجته الجواز كله بالسؤال ده مش مستقر، يعني احتمال في نية أحمد أنه يطلق في أقرب وقت. فهو مش عايز يتحمل مسؤولية أولاد يكونوا تبعات الزواج ده عشان يتنصل منه. فأنا آسف يا أحمد، أنت أخطأت لو كان زواجك بهذه الصورة وبهذه الكيفية. لازم عشان أتجوز لازم أكون قد الجواز اللي أنا دخلت وقلت أنا هتجوز.